الشهداء. امشي معك على انطلاق فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي. انا اعتقد بانها مناسبه هامه ياسر، ومناسبة هامة بعد الثورة معناها التونسية، لأن الرسالة اللي نحب نوجهها للعالم أجمع هو أنه عالم جديد ممكن، عالم غير استغلال، عالم غير فقر، عالم غير بطالة، وخاصة عالم غير مصاصي دماء الشعوب ومصاصي دماء العمال. في الحزب الديمقراطي تقدم سابقاً، واليوم في الحزب الجمهوري، اليوم كشاب تونسي كيفاش تقيم تظاهرة هذه؟ تقييم انطلاقها في تونس، وكيفاش تقيم تجربة اليسار التونسي؟ يعني اليوم كيفاش يلقى روحه اليسار التونسي بجميع تشكيلاته في التظاهرة هذه؟ سيفري، هو التظاهرة هذه تنضاف معناها للمقترحات والمبادرات اللي بدات متنوعة ولا يعيشها الشعب التونسي، ومعناه ويتنسم حريته بعد اللي قدمه كل. انا نعتقد ان هذه مبادره وهذه محطه عالميه تعيشها تونس اليوم، هذا مكسب لليسار التونسي ومكسب للشعب التونسي، باعتبار انه الثراء والتنوع واختلاف تجارب اليسار في العالم ككل، اللي بتوجهاتها الثقافيه اللي تدافع على توجهات اجتماعيه للعمال وللطبقات الوسطى والدنيا، هذه حاجه ايجابيه تنضاف كما ذكرت. يا شهيد ارتاح ارتاح، يا شهيد ارتاح ارتاح، صانوا واصل الكفاح، صانوا واصل الكفاح. سو 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 سوليداريتي افيك لي فام دي موند انتي، سو 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 سوليداريتي افيك لي فام دي موند انتي. ريكوبا، اليوم برشا عباد تقلقت من وجودكم كروابط حماية الثورة في المسيرة هذه نتاع المنتدى الاجتماعي العالمي، علاش موجودين؟ احنا اخويا مكون من مكونات المجتمع المدني، جمعية مرخص لها، ونابتو خويا كمكون الشعب التونسي، وحتى كما جيناش رابطة نابتو كشعب تونسي، نابتو كافراد. فما استفزازات من هذا الطرف او من ذاك، مثلا قبيلة فما شكون يعيط، شكون اختار شكري بالعيد، عباد تقول النهضة، وفما شكون يجاوب عليهم من شارع اخرى. واحنا نقولوا زاد رفعنا شعار شكون قتل الفلاقة بورقيبة، شكون قتل الفلاقة بورقيب، عادي هذوما شعارات هما يعرفوا نحن نرفعوا زاد، يعني سهل وما منصورش توصل يعني مجرد مشاهدات كلامية، هذاك هو طبيعة الشعب التونسي. Yeah.